السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة أساسية في تحضير لاباتيسري جينواز الشوكولات. كنحصلوا على جينواز مرتفعة وخفيفة. غادي نعطيكم جميع الأسرار والنصائح باش تنجح لكم. طريقة تحضير جينواز الكاكاو نفسها نفس طريقة تحضير جينواز العادية أو جينواز الفانيليا. بالنسبة للمكونات هنا كنزيدو غير الكاكاو المسوس. هاد لا جينواز غادي نحضروا بها لايغ كيك اللي غادي نقدموها ل 12 حتى ل 15 الشخص. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. ستة ديال البيضات، 225 غرام سكر، 200 غرام دقيق، و 25 كاكاو يكون مسوس. غادي نستعملوا هاد المول اللي فيه 15 سنتيمتر دو ديامتر وغلفته بورق الطهي. كنفرقوا ابيض البيض على اصفر البيض، وضروري ان البيض ما يكونش في الثلاجة، يكون بحرارة المطبخ باش داك البيض الابيض البيض كيطلع مزيان. كنخليو ابيض البيض كيتدرب مزيان حتى كنحصلوا على ايموس. شفتوا القوام كيداير كيفاش كنحصلوا عليه؟ هنا عاد غنزيدوا السكر الثقيل، كنضيفوه بمره واحده وكنعاودوا نخدموا الضرب الكهربائي، ومن جهه اخرى كنغربوا له الكاكاو على الدقيق اللي حتى هو غربلناه. شفتوا القوام اللي كنحصلوا عليه بحال اين مورانغ فرونسيز. فايت لي حضرت لكم واحد لاجينواز بالشوكولاط، ولكن بطريقه اخرى حضرتها بالميزان وحضرتها فوق حمام ماريا. هذا تحضير اخر، وكلتا الطريقتين راه كتنجح معنا لاجينواز. من بعد كنزيدوا عليه اصفر البيض كما كتشوفوا، وفي نفس الوقت كنخلطوا داك كنمزجوا داك الكاكاو مزيان، كندخلوا مع الطحين. واخيرا غادي نضيفو خليط ديال الكاكاو مع الدقيق، وكنبقاو نزيدو شويه بشويه. ضروري ما يكونوا مغربلين هاد المكونات الجوج، يكونوا مغربلين. كنبقاو نضيفو شويه بشويه، يعني على ثلاثه الخطرات حتى اربعه الخطرات لا اكثر، باش ما نكثروش في التخلاط. الا كثرنا في التخلاط راه ملي كطيب لينا كدير لنا واحد سميتو انترو حفره الوسط. ملي كندخلوا الدقيق في الخليط كما كتشوفوا معايا القوام اللي كنحصلوا عليه كذلك، صافي هنا غادي ناخذوا المول ديالنا غادي نبسطوا فيه هاد الخليط. وبالنسبه للفرن راه كنسخنوا على 160 درجه واحد 10 دقائق تقريبا، يعني ملي كنبدا نخلط الدقيق والكاكاو كنديروا يسخن. وقبل ما كندخلوا المول الفرن كنضربوا فوق سطح العمل واحد 3 ولا 4 المرات. كنوضعوا المول في الفرن على 160 درجة ونخليوه يطهى من 35 حتى 45، يعني على حسب الفرن. من 35 نقدروا نحلوا الفرن ديالنا وكنبيكيوه بواحد الموس في الوسط، إلا خرج لنا ناشف راه لا جينواز طابت واجدة. من بعد مرور الوقت الكافي للطهي كما كتشوفوا معايا لا جينواز كيفاش ارتفعت، ما كنحتاجوا ليها لا خميرة ولا زبدة. بالنسبة للاحتفاظ بها فكنفيلميوها ملي كتدفى شويه، كنفيلميوها بفيلم غذائي بلاستيكي. الا كنا غنستعملوها قريبا راه كنعملوها في الثلاجه عادي بالفيلم، والا كنا غنستعملوها من بعد يعني في الوقت المناسب فكنديروها في الكونجيلاتور، راه هي كتصبر لينا مده طويله. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا. الا كان كذلك ما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وغادي نقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.